آلامهم في الغربة وأحلامهم بالعودة، مشاعر اختلطت بين اللاجئين السوريين في الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة السورية. المبعوث الخاص للمفوضية العليا للاجئين أنجلينا جولي وفي هذه المناسبة عبرت عن شكرها للبنانيين الذين وفروا الملاذ الآمن لأكثر من مليون لاجئ، ووصفتهم بأنهم قدوة للعالم في الإنسانية والتضامن، كون لبنان يستضيف عددا يساوي ربع عدد سكانه. كم كنت أود أن أكون اليوم في سوريا أساعد في عملية العودة وأرى العائلات التي تعرفت عليها تعود إلى منازلها. وتحت المطر اختارت جولي عقد مؤتمرها الصحفي. أعلم إنكم تقفون تحت المطر وتتساءلون ما هذا الجنون. السيدة المقعدة التي التقيت منذ قليل بالكاد تعيش تحت سقف طبيعي، ومن المؤكد أنها تمطر فوق رأسها الآن، ومع ذلك فإنها تبتسم ولا تتذمر. أستغرب عندما أرى العالم يشعر هؤلاء الناجين بأنهم متسولون، إنهم أبطال استثنائيون في نظري. وأعربت جولي عن تفهمها لمخاوف الناس في العديد من البلدان بشأن وضع اللاجئين، راجية الحكومات في العالم تحديد المساهمة التي يمكن لهذه البلاد تقديمها وعدد اللاجئين والأطر الزمنية للمساعدة عبر وضع إجراءات لجوء متينة تسمح بتقييم احتياجات العائلات الأكثر عرضة للخطر. نسرين حطوم، العربية، زحلي شرق لبنان.